لحظة، لو كان هو ما يقوله صحيح وأن بفضل الروسي تم دحر داعش فقط، طيب لم يكن هناك تدخل، لم يكن فقط بفضل الروسي، طيب ما هو سقط داعش في العراق قبل أن يسقط في سوريا وبدون أي تدخل روسي، سقط بسوريا وبفضل بفضل الائتلاف الدولي والتنسيق مع الجيش العراقي. سقط بسوريا ابتدى يتحرك الأمريكي العكس في 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 العراق. هذه بعد أن التفسير التأمري للتاريخ وللأحداث، يعني ما صار ماضي سنتين الأحداث أو سنة، ارجع للوراء وشوف. عندك أنت البصرة، بدأت شرق حلب بدأ يتحرك بالبصرة هنا. أي بصرة؟ ما العلاقة مع البصرة؟ ما العلاقة مع البصرة؟ لم يكن هناك أي تواجد لداعش في البصرة. أقصد الموصل، الموصل. الموضوع مكركب في دماغك خالص. كله ملخبط. الموصل والبصرة. تحرك الموصل. هذه قراءة غير موضوعية إطلاقاً، ولا تستند على خرائط واضحة، وهو يخلط بين الجنوب والشمال والبصرة والموصل. لا، إحنا يعني لدينا رؤية أكثر وضوح للأحداث.